أنا نور الدين عادل حمداني، تخصصي ماجستير جيولوجي نفط، أعمل بمجال المجتمع المدني كناشط ومتطوع، حالياً متطوع في منتدى السلام في الرمادي. صراحة شفنا إنه إحنا يعني ناشطين بمجال المجتمع المدني كتخصصي، إنه شفنا المجتمع بحاجة إلى إنه نعمل أنشطة مدنية حتى تساعد على إعادة التماسك المجتمعي، إعادة بناء السلام داخل المحافظة، لأن الصراعات والحرب خلفت هواي من التفكك المجتمعي والصراعات داخل المحافظة، فعملنا أنشطة مجتمعية هواي من عندها هذا مهرجان القراءة اللي هو بالتعاون مع أنا عراقي أنا أقرأ. هي فكرة بها فكرتين، إحنا نزيد الوعي ونحث العالم على القراءة داخل المحافظة، وهم ننقل رسالة إنه محافظة الأنبار هي محافظة مدينة للسلام والتعايش، وإحنا سابقاً كنا نعمل أنشطة مدنية بس خلال التهجير مثلاً بالكليات أو يعني خلال أماكن كنا مهجرين بها خارج المحافظة، بعد العودة من بدينا نعمل بالمجتمع المدني يعني لقيت دعم كبير من أسرتي من والدتي ومن والدي الله يرحمه توفى وهماتي من كل عائلتي. البيت مالتنا صاير عبارة عن يعني الأدوات اللي نستخدمها بالمجتمع بالأنشطة المدنية، نستخدم يعني بيتنا هماتين للاجتماعات وهيك شيء، فيعني احنا متلقين دعم كبير من العائلة ومن الأصدقاء، لو مو هذا الدعم احنا كان ما استمرينا او قدمنا اي نشاط مدني. احنا سابقا سوينا بالسنه راحت مهرجان الانبار للقراءه، فالسنه صارت لنا فرصه انه يكون تعاون ويا مهرجان انا عراقي انا اقرا. بدايه التحضيرات كان اكو اجتماعات وتنسيقات ويا بغداد وباقي المحافظات، لان المهرجان راح يصير بسبع محافظات عراقيه بنفس الوقت، يعني كانت فرصه حلوه انه يصير تعاون وياهم ورساله كبيره انه بسبع محافظات يصير مهرجان وتنعرض او تتوزع مجموعه من الكتب. يعني صارت عده مراحل من التجهيزات، اول شيء اجتماعات، بعدين شفنا شنو نحتاج تحضيرات، بعدين جمعنا الكتب، وراها بدينا فرز وعد الكتب وتقسيمهن، وبعدها جهزنا اللوجستيات الخاصة بالمهرجان داخل الحديقة الثقافية اللي هي اسمها ملتقى شباب الأنبار الثقافي، وأخير شيء هو التنفيذ مثل ما تشوفون نفذناه داخل الملتقى. احنا كعملنا يعني خلال تنظيم الأنشطة المدنية والمجتمع المدني هو عمل تشاركي، نظام تشاركي، فاحنا نعمل بشكل جماعي مو بشكل فردي، يعني احنا مجموعه عندنا مجموعه موجودين احنا داخل محافظه الانبار، مجموعه من المتطوعين مؤمنين بافكار المجتمع المدني او اهدافه، وعندنا هدف هو نعزز التماسك المجتمعي او بناء السلام داخل المحافظه، فاحنا خلال هاي المجموعه وخلال يعني نشرنا استماره هماتين جلبنا متطوعين النوب من داخل المحافظه، عن طريقهم يعني بدينا نجهز الاشياء الخاصه بالمهرجان وبعدين بدينا بعملية تنفيذ المهرجان. من المهم جدا أنه إحنا دائما نشجع شبابنا على أنهم يحققون أهدافهم ودائما نشد على إيدهم. راح تقولون ليش؟ لأنه مثل هيك نجاحات دا يقدموها الشباب ما دا يقدموها فقط لنفسهم، دا يحاولون قدر الإمكان أن يوزعوها على المجتمع. نور الدين ناشط مدني حاب أنه يفيد ويستفاد ويقدم الفائدة للجميع، وده يعكس صورة جدا رائعة عن المحافظة بمختلف المجالات، ومثل ما قال هو بداياته كانت من مساعدات إلى تطورات إلى أن حقق أكيد شيء جدا عالي ونجاح مبهر. أكيد تقديم العون للآخرين هو من أجمل الأشياء اللي دائما إحنا نشجع عليها. قصة جميلة، نرجع احنا وياكم الى هذه القصة ونتابع البقية. نعمل بالبداية على المخيمات النازحين بسبب الحاجة لنا داخل المخيمات، وبعدها احنا كمجتمع مدني كان عندنا تحديات اثنين،
شلون عزز التماسك او التواصل داخل محافظه الانبار، وهماتين التحدي الخارجي هو شلون نعزز التماسك بين محافظه الانبار وباقي المحافظات بسبب الصوره السلبيه والخاطئه اللي انأخذت على محافظه الانبار، انه بعد ما عززنا التماسك او نقلنا رساله بان محافظه الانبار هي مدينه السلام والتعايش السلمي، يعني عملنا على عده انشطه مثلا يعني مهرجان تكريم الناشطات او اول بازار داخل محافظه الانبار، بازار نون لدعم النازحين، وهم كانت عندنا مشاركات خارج القطر، مثلا شاركنا بعده تدريبات خارج العراق، احنا عندنا هدف. بالفترات السابقه بعد انتهاء الصراعات او الحروب الموجوده داخل الانبار، كان فقط المباني اللي توقع يعيد بنائها بعيدا عن بناء الانسان او زياده وعيه. احنا عندنا هدف حاليا هو انه نعيد بناء الانسان او نعزز التماسك المجتمعي او بناء السلام، لان خلال الحروب يعني الحروب تترك هوايه اثار على المجتمع مثل التفكك او الصراعات الداخليه والنزاعات، فاحنا من الادوات اللي نستخدمها حتى يعني نعزز بناء السلام داخل المحافظه هي الانشطه المدنيه، وواحده من الانشطه المدنيه اللي اعتبرها مهمه بشكل كبير هي توزيع كتب للقراءه، لان هاي الكتب تعزز ثقافه الفرد، تعزز ثقافه المجتمع، تخلي اكو فد طريقه للتواصل بين المجتمع عن طريق انه شخص يتبرع بالكتاب وشخص ثاني راح ياخذه ويقرا بيه، هماتين بعد ما يكمل قراءته راح ممكن يتبرع بشخص ثاني، هذا راح يكون تواصل اكبر، وهماتين هاي الكتب اللي يعني احنا راح نوزعها هي متجمعه من مختلف محافظات العراق، فاكو يعني راح يصير تواصل كبير بين داخل الانبار وباقي المحافظات، او رساله عن طريق توزيع الكتب هي انه مثلا احنا كنا واحد، احنا كنا ممكن نستند للثقافه والقراءه حتى يعني ننهض بالمجتمع باحسن صوره. نور الدين فكرة جدا حلوة، أنه أني أعكس جمال هذه المحافظة، أعكس ثقافتها، أعكس حب الحياة اللي بداخلها وكمية الطاقات الشبابية الرائعة اللي تعمل بداخل هذه المحافظة. يعني مثل ما قلت دائما، ليش احنا دائما نشد على الشباب ودائما ما نقول خلينا وياهم وخلينا نشجعهم؟ لأن تشوفون الأعمال اللي يقومون بها جدا مفيدة، وهذا يساعدون ويقدمون المساعدة، وأجمل شيء بالحياة أنه إحنا نساعد بعضنا ونتكاتف بما بيننا على مود نحقق النجاح لبلدنا بشكل عام، وأكيد هذا الشيء راح يساعد على بناء مستقبل رائع وجيل متحضر ومتفهم لمعنى الحياة الحقيقي. قصة جميلة راح ننتقل إحنا وياكم إلها ونشوف شنو كانت النهاية. المعرض يحتوي على عدة كتب متنوعة، احنا حاولنا صراحة يكون موجودة به كتب من عدة اختصاصات، احنا عندنا شخصية المهرجان هو الشاعر المرحوم مظفر النواب، فعندنا زاوية خاصة بالكتب الخاصة بالشاعر مظفر النواب، وباقي الكتب متنوعة مثل قانون اجتماعي اقتصادي أو مجلات أو كتب يعني ثقافية وعلمية او يعني حتى عندنا كتب طبيه وقانونيه، كل او هماتين عندنا كتب ادبيه مثل روايات وشعر ومختلف الثقافات. حاولنا يعني نوفر اكثر انواع من التخصصات او انواع من الكتب حتى الكل يستفاد، اللي يجي هنا يقدر يحصل الكتاب اللي يبحث عنه او يحتاجه للقراءه. احنا عندنا حافز او هدف داخل المحافظه، احنا كفريق ويانا الشباب داخل محافظه الانبار هم مثل اهدافنا او مثل افكارنا، فاحنا كمجموعه مؤمنين بنفس الاهداف، فهذول يعني الاشخاص يعني من متجمعين نقدر نعمل بايد واحده ونقدر نسيطر على الوضع او نقدر نتقسم على شكل مجاميع حتى نقسم توزيع التنظيم مال المهرجان على عده شباب، فاحنا يعني بس نعلن انه محتاجين متطوعين، هوايه شباب داخل المحافظه يحبون يعملون هاي الاشياء، ف
فيكون ينضمون إلينا على مود يساعدونا بتنظيم المهرجانات. نصيحتي الشخصية للشباب انه يعني لا يتوقفون او لا ييأسون اذا شافهم اي شخص او اي تحدي موجود قبالهم من مؤسسة او اي جهة او اشخاص، لا لازم يستمرون مثل ما هواي اشخاص استمروا وحققوا ما هو اهداف هواي وقدروا يحصلون انجازات وبعدها شافهم انه التحديات اللي واجهوها لو ما جهيها يعني ومتعديها كان ما قدروا يحققون هاي الانجازات.